احنا اللي قامت فيه ساجده في تفجيرات عمان تحاكم جرائم ارهاب، واي انسان يقوم بعمليه مقاومه ضد المحتل الصهيوني ايضا يحاكم بجرائم الارهاب. وكما جاء في الحديث النبوي الشريف، اذا احتل شبر من اراضي المسلمين اصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم. ولكي لا نشرع بعكس ما جاء في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اقترح ان يستثنى من الماده 3 ألف اي عمل مقاومه ضد المحتل الصهيوني. وشكرا.